أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قوات الأسد تسيطر على المنزل الذي كان يتحصن فيه عبد القادر حمو قائد ميليشيا الدفاع الوطني في الحسكة سابقا، وحسابات ومصادر من الحسكة موالية تؤكد مقتله. قوات الأسد تستهدف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ أطراف بلدتي كفر عمّة وتديل غرب حلب ومحيط قرية الزقوم بسهل الغابر في حمى الغربي وفق مراسلي حلب اليوم. بدء تجمع المحتجين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء للتظاهر في اليوم 35 للمطالبة بإسقاط الأسد وسلطته. مقتل مدني قنصاً على يد عناصر من قسد على أطراف نهر الفرات قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي وفق مراسلي حلب اليوم. المجلس المحلي في إعزاز يعلن تخفيض سعر الكهرباء المنزلية والتجارية في المدينة ليصبح سعر كيلو واط المنزلي 2.95 ليرة وسعر كيلو الواط التجاري 3.38 ليرة، وسيتم احتساب التسعير الجديدة بدءا من 23 من أيلول الحالي. نادي عندن الرياضي يتوج بلقب كأس السوبر في مدينة إدلب بعد فوزه على نادي أمية بهدفين مقابل لا شيء.